الراديو 90-90 هواها مصر. محمد بدوي البيلي سنة 1919 كان طالب في مدرسة الحقوق وبيكتب مقالات في جورنال الأهرام، فجه مرة كتب مقال عن ضرورة تأسيس بنك وطني يجمع مدخرات المصريين ويخلي استثماراتهم جوه البلد. والله العظيم زي ما بقولك كده، الفكرة أساسا جت من طالب، والله العظيم من طالب. وقتها كانت الاستثمارات المصرية بشكل رئيسي بتصب في البنك الأهلي أو بنك كريدي فرنسي أو غيرهم من البنوك، يعني اللي بتصب برة بشكل مباشر، فبتدير الفلوس في استثمارات هناك، ودي طبعا يعني حاجات بتنمي الاقتصاد في أوروبا وبتضعفها في مصر. من مقال البيلي أفندي انفجرت حملة صحفية واسعة لإنشاء البنك، ومصر وقتها كانت بتعيش أجواء ثورة 1919 والرغبة في الاستقلال عن بريطانيا، وبالتالي كان أي حاجة تصب في أي استقلال كانت بتاكل. تخيل بقى أننا تحت الاحتلالات المختلفة من سقوط آخر أسرة فرعونية وأديك بتشوف الاستقلال بيقرب منك، فكانت الكلمة نفسها الاستقلال، الله كلمة حلوة ليها سحر كده لدرجة ربط بالحياة نفسها، الاستقلال التام أو الموت الزؤام، يعني كانوا المصريين ربطينها ساعتها يا يموتوا يا يستقلوا. كان فيه حمى وسبق، وكانت كلمة مصر بتهز فعلا. دي الفترة اللي اتغنى فيها بلادي بلادي، واتغنت فيها أنا المصري كريم العنصرين، وقوم يا مصر يا مصر دايما بتناديك. آخ زمن. المهم استجابة للحملة الصحفية اللي بدأها الشاب الصغير اللي اسمه البيلي ده، بدأ يحصل تشاورات ومكالمات بين أصحاب رؤوس الأموال المصرية ورجال الاقتصاد اللي هيجي بقى ذكرهم بعدين، وكان على رأس السلطة في مصر السلطان فؤاد الأول اللي هيبقى الملك فؤاد، وهو كمان كان عايز الاستقلال عشان بدل ما يبقى حاكم بلد محتل يبقى حاكم بلد من بابها. عشان كده في 5 إبريل سنة 20 صدر المرسوم السلطاني من سلطان مصر أحمد فؤاد بتأسيس شركة مساهمة تدعى بنك مصر. أيوة اسم الله عليك، ما أحبك وانت صحي معايا، هو بنك مصر الشهير زي ما بقول لك كده. وكان البنك من مساهمين كلهم مصريين، هم يا سيدي أحمد مدحت يكن باشا ويوسف أصلان قطاوي باشا، وده كان من يعني من كبار الأعيان اليهود المصريين، ومحمد طلعت حرب بيك اللي اتنسب له البنك وارتبط باسمه، وعبد العظيم المصري بيك، وعبد الحميد السيوفي بيك، والطبيب فؤاد سلطان بيك، واسكندر مسيحة أفندي، وعباس بسيوني الخطيب أفندي. ويلاحظ في تشكيل المؤسسين الأوائل إن فيهم أفندية وبهوات وبشوات، مسلمين ومسيحيين ويهود، طبيب واقتصادي وتاجر، وعلى كل لون يا باتيستا، وتوليفة من مصريين مختلفي المشارب والاتجاهات. يا ترى الكلام ده بيرن أي جرس في أي حتة؟ المهم ارتباط البنك باسم طلعت حرب راجع لأن الفكرة كانت عنده من قبلها. سنة 1908 قرر طلعت حرب إنشاء شركة مالية سماها شركة التعاون المالي، وكانت على قدها كده في الأعمال المصرفية، وأهم نشاطات الشركة دي كان هو تقدمها لقروض كتير لأصحاب الأعمال الصغيرة في القاهرة. وأوكل طلعت حرب إلى صديقه دكتور فؤاد سلطان مهمة إدارة هذه الشركة. ليه بقى؟ لأنه هو تفرغ لما هو أكبر من هذه الشركة، وهو حملة الدعوة إلى تأسيس شركة مساهمة كبرى لبنك مصري، وده اتقابل مع حملة الشاب اللي اسمه البيلي. وقتها كان ممكن الاحتلال الإنجليزي يتصدى للموضوع ويمنع تأسيس البنك، أو مثلا يمارس ضغوط أو أي اختراع يعني، بس هما ما عملوش كده. أولاً علشان ما يستفزوش المصريين الثائرين اللي عمالين يقولوا الاستقلال التام أو الموت الزؤام، ويفتحوا على نفسهم بقى جبهات تانية، لكن العامل الأهم كان تصورهم إن خبرات المصريين الاقتصادية فيسكو وضعيفة، وقدرتهم على تجميع الأموال أضعف، وإن المشروع ده كله كبير وسنة وهوبا يفلس، وكمان إن اللي هيحطوا فلوسهم فيه هيخسروها.
قريب هنحتفل بمقاويات وفاتك انت وهو. المهم يعني في 10 مايو سنة 20 ألقى طلعت حرب خطبة عصماء في دار الأوبرا المصرية بمناسبة بدء أعمال بنك مصر، وكان أول مقر له في شارع الشيخ أبو السباع، وكتب المصريين ملحمة في العمل الجماعي، حاجة من الحاجات اللي ما بتتكررش كتير في التاريخ للأسف.